السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل شخص يعاني من الوصول إلى أداة الشات جي بي تي. جبنا لكم اليوم أداة اسمها رايت سونيك. هذه الأداة مجانية، كل ما عليك أنه تحتاج تسجل حساب على هذه الأداة، ولما تدخل لهذه الأداة راح تلقاها بهذه الواجهية. تجي هذه الخانة تذكر على شات سونيك لايك شات جي بي تي، إذا نقرنا عليها راح يفتح لنا الواجهية هذه مثل واجهة الشات جي بي تي. كل ما عليك انه تنزل هنا تكتب السؤال اللي انت تريده وراح يعطيك الاجابه بثواني معدوده. على سبيل المثال نكتب هذا السؤال: write a professional email to the professor requesting a scholarship. نقول له انتر وراح نلاحظ هنا شلون ولد لنا الاجابه بصوره سريعه. هذا كل ما يخص اليوم اداه الرايت سونيك، وراح نترك الرابط مالتها أسفل الفيديو بصندوق الوصف. أتمنى أنه نالت إعجابكم، وإن شاء الله نلتقي بمعلومات وتقنيات أخرى، وأنا أشكركم جزيل الشكر. مع السلامة.